معايا المهندس السيد عطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي. برحب بحضرتك يا فندم. السامح واهلا بكل مشاهدي قناة مصر الزراعية. انا اللي برحب بيك، والاول بحييك على مجهودك اللي انت بتقوم بيه من سنين. هو مش وليد اليوم ولا الشهر اللي فات، انت راجل بتحب البلد وبتجري في مصلحة الأرض الزراعية والفلاح من سنين طويلة، فأنا بشكرك على مجهودك. ربنا يخليك السامح، ربنا يخليك. ثمار المجهود ده ابتدت تبان. احنا دلوقتي شايفين ان في قوانين جديده وفي تغليظ العقوبه للبناء على الارض الزراعيه، يا ريت تشرح لنا عشان كده اللي لسه بيفكر او حد بيقول له ابني يبقى عارف ايه اللي هيحصل. الحمد لله احنا كوزاره الزراعه تقدمنا بمشروع قانون لتعديل القانون 116 لسنه 83، تعديل كامل للقانون، وطلبنا فيه بشرطه متخصصه، وطلبنا فيه بعدم الاعتداد بشهاده الخبير، وطلبنا فيه انه رئيس الوحده المحليه المختص مكانيا هو اللي يبقى مسؤول عن تنفيذ اصدار قرار الازاله عشان سرعه في التنفيذ والازاله في المهد. ولكن مجلس الوزراء بعت ماده واحده بس غلظ العقوبه، وغلظ العقوبه تغليظ، يعني ان شاء الله يكون ياتي بثماره. دلوقتي من تسول له نفسه بالتعدي على الارض الزراعيه او تقسيمها او ارتكاب اي افعال من شانها تبوير الارض الزراعيه العقوبه بتاعته هتبقى من 2 إلى 5 سنين حبس، والغرامه من 100,000 إلى 5 مليون، وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفه. يعني هو لو عمل مخالفه وبعد يومين ثلاثه كمان عمل مخالفه وهكذا، فتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات. من 2 لـ5 سنين؟ ايوه. ومن 100,000 غرامه، مش اول غرامه، والغرامه من 100,000 إلى 5 مليون. ده هي يعني هي ضربه قاصمه. ان شاء الله تكون رادعه، والناس، واحنا دلوقتي بعتنا القانون ده عشان ما ناخدش برضو الناس القانون مجرد ما نشر في جريده الوقائع المصريه، احنا سحبناه على طول وبعتناه لمديريه الزراعه لنشره على الجامع، على الجمعيات التعاونيه الزراعيه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو تفيدني فيها مهمه. ايوه. الناس أيوة. اول ما سمعت ان في قانون هيطلع فبقول لك الحق ابني بسرعه عشان احنا مش هتطبق علينا القانون ده. لا بالعكس، ده من تاريخ صدور القانون المخالفه اللي حررت من تاريخ 24/1 طبق عليها هذا القانون. من 24/1/2018. أيوة. صدر القانون. سنتين الى خمس سنين و100 ألف جنيه زائد أو 5 مليون إلى 5 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه. من 100 ألف إلى 5 مليون. ولا يجوز فصل الحكم بعقوبة واحدة، لازم العقوبتين. يعني النهار ما ياخد الحد الأدنى هياخد سنتين وياخد 100 ألف جنيه غرامة، الحد الأدنى في الغرامة 100 ألف والحد الأدنى في الحبس سنتين. أنا نفسي ما أشوفش فلاح بيتعرض لأن هو يعني يبقى في موقف صعب. إحنا والله يا سامح حتى بعتنا لمديرية الزراعة قلنا ينشر في المساجد، وأئمة المساجد والمشايخ يقولوه على المنابر، وحتى أوصينا بنشره في الكنائس كل دور العبادة عشان يبقى لمعلومة جميع الناس. هو طبعا من تاريخ نشره عدم الدراية بالقانون لا يعفي منه، ولكن احنا برضو حرصنا على المزارعين، احنا اوصينا مديرية الزراعة بنشره في الجمعيات التعاونية الزراعية وفي كافة الوسائل المحلية، وقلنا حتى عربية الارشاد الزراعي بميكروفونها اللي بيتلف في القرى عشان تبلغ على الندوات الارشادية تذيع القانون على الناس في القرى وفي المدن عشان يبقى لمعلومة جميع الناس. وانا معاك ان شاء الله يا دكتور، وربنا معانا، هنوعي الناس اكتر ونتكلم معاهم. واحنا شايفين دلوقتي ان في خطه للدوله للتوسع في انشاء مساكن وزهير صحراوي وتخطيط عمراني جديد، فمن باب اولى ان احنا نحافظ على ارضنا. في مشكله هقولها لحضرتك سريعا. الحاج بنداري حسن محمد من الشرقيه هو مقدم على رخصه مزرعه بقاله فتره طويله بيجري وراها، كانت واقفه في املاك الدوله، املاك الدوله وافقت وبعتتها على حمايه الاراضي في الشرقيه. فهي في حمايه الاراضي بقى لها 20 يوم. احنا عايزين حاجه واحده، يا مسموح له او غير مسموح له، الغير قانوني احنا طالما في ارض تبع املاك الدوله يعني اراضي جديده فهو مصرح ليه، بس المهم يكون تتوفر فيها البعد الوقائي اللي هي تبعد كيلو عن اقرب تجمع سكن. تمام، ده ممكن يعني هم للوقت ده، هم الوقت ده اللي هي ال 20 يوم ده ممكن تكون المديريه بتخاطب قطاع الانتاج الحيواني تشوف في هذا مدى توفر البعد الوقائي في الموقع من عدم. تمام، يعني احنا كمان نتابع له مع الانتاج الحيواني عشان نعرف. علشان انا يهمني مجرد ما تيجي موافقه قطاع الانتاج الحيواني تقول ان يتوفر البعد الوقائي اللجنه العليا هتوافق عليها وتبعتها لنا نعتمدها ونرجعها لك. بشكرك وربنا يوفقك. المهندس السيد عطيه يونس رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي، قال القانون من 24/1/2018 من 2 إلى 5 سنوات حبس و 100,000 جنيه الى 5 مليون جنيه غرامه. وهنا الحبس والغرامه يعني ما فيش
عقوبه تغني عن الاخرى، يعني ما فيش غرامه وما فيش او يدفع غرامه وما فيش حبس، لا ده الاثنين مع بعض. فما يعني نتمنى ان احنا نلتزم بالقانون ونحافظ على ارضنا.